أمام هذا التباطؤ ربما في توحيد الجهود ولها الانقسام هذا داخل النخبة السياسية، ما ثماش تخوف ربما من أن يكون الحل يجي من خارج المرجعيات السياسية؟ يعني نحب نقول أنه ربما يكون حتى من القوى الصلبة اللي برشا سياسيين اليوم يدعيوا حتى لتدخلها. شفنا السيد محمد عبو دعا إلى تدخل صريح للمؤسسة العسكرية في إيجاد حل، شفنا بعض الإعلاميين البرا في بعض المؤسسات الإعلامية يدعون إلى تدخل المؤسسة العسكرية. يعني ما ثماش تخوف سي نجيب ربما من أمام عجز السياسيين عن إيجاد حل أنه نلقاه حل من خارج المرجعية السياسية؟ والله أنا جوابي هي معادلة واقعية ومنطقية. إما أن المجتمع المدني ينهض ويجمع كلمته ويفتح طريق للخروج من الأزمة، وفي هذا الرقم الاتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الأهمية، ولكن كافة المكونات السياسية والاجتماعية معنية دون إقصاء دون إقصاء. وإذا كان مقاموش بهذا الدور الطبيعة تأبى الفراغ، لم تبقى إلا ما يسمى بمؤسسات الدولة العميقة. ليس مطلوب من الأجهزة العسكرية أو الأمنية أن تتولى الحكم، هي ليست مهيئة لتولي الحكم، وليس مقبول في عصرنا الحالي أن مؤسسة تتولى قيادة البلاد لأن دورها غير ذلك. لكن مع اشتداد الأزمة هؤلاء المؤسسات أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يتركوا البلاد تذهب إلى الفوضى، وفي تلك الحال سيدفع التونسيون جميعا وبدون استثناء ثمن ذلك الانهيار. لن تبقى مؤسسات الدولة قائمة في مجتمع منهار، ستنهار مؤسسات الدولة أيضا. ولذلك أقول بأن سيناريوهات المستقبل لا يحددها التمني أو حتى التصور التحليلي. إما أن نقوم نحن بمهمتنا ونفتح طريق للخروج من هذه الأزمة، ونحن قادرون على ذلك وقمنا بذلك في عام 2013. يعني الأمر ليس مستحيل أو مستبعد. سنجتمع للحديث ليس حول ما يعود إلينا من نصيب، وإنما حول ما يعود إلى تونس، كيف سنخرجها من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية على أي مدى، وكيف نعود إلى الشرعية الانتخابية. هذا الشيء ممكن، سهل المنال، ليس صعب المنال، والمقترحات موجودة في الرفوف، يكفي أن ننفض عليها الغبار وأن نتجادل فيها وأن نتبنى ما نراه الأصلح منها، وأن يكون ذلك هو قاعدة إخراج بلادنا من الأزمة. ولذلك أقول لك مرة أخرى، هذا دورنا. إذا لم نقم به الطبيعة تأبى الفراغ، إذا ما قامتش به مؤسسات أخرى دون التحريض أو فالمجتمع كاملا والدولة ستدفع الثمن.